بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الفوائد الحجامة الطبية لعلاج الضعف العام، لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، لتجديد أيضا نشاط الجسم، لعلاج ألام العصبية، لعلاج ضغط الدم، أيضا تخلص الجسد من الدم الفاسد، أيضا تنشط جهاز المناعة الداخلي، التخلص من السموم، لعلاج ارتفاع حمض البول، أيضا لعلاج ضعف الذاكرة، وأيضا الوقاية من الجلطات الدماغية، أيضا بعد تخفيف الألام العمود الفقري لأن الدم ينسحب من الظهر، تحسين الرؤية، تحسين رؤية العينين، لعلاج الضعف الجنسي، أيضا لعلاج بعض الحالات العقم، لعلاج أيضا التشنج العضلي. والحجامة تنظم الدورة الدموية، لعلاج الأمراض النفسية، والله أعلم.